اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. قبل بقى نبدا في الحوار، طبعا هيثم كان عايز يشكر جماهير اتحاد السكندري، موقف رائع وموقف انساني عظيم ونبيل، وكان موقف اي حته في الدنيا كانوا يعملوا كده، لكن هم دول اسكندرانيه الجدع. خروج من الكونفدراليه، انت بتخرج قدام الزمالك، الزمالك مرشح قوي جدا للبطوله، هل ما زلتوا بتعانوا من تبعات هذا الخروج؟ طبعا هو الاول بشكر جمهور الزمالك على لفتة احمد رفعت، لازم برضو اديهم حقهم في المباراه، كانت لفتة طيبه جدا، وده في الاخر الحاجات دي بتبقى مهمه جدا. عايز اقول لك كابتن، احنا كنا كلنا كمنظومه من فوق لتحت مقتنعين ان احنا ممكن نعدي الدور ده. الزمالك فرقه كبيره وتاريخ كبير وكل الكلام ده كويس، بس احنا كان عندنا قناعه جوه اوضه اللبس ان احنا مش بعيد، وان احنا رايحين للنهائي، وكان الكلام كله في الحته دي كويس. وعايز اقول لك ان كان في يعني مفاجاه كبيره بالصدمه بالنسبه لنا في الخروج. مش بس هيثم، الدكتور وليد والجهاز واللعيبه، لان كنا مهيئين نفسيا ان احنا نعدي، كنا حاسين، عارف انت تكون واثق في نفسك ان انت ممكن تحقق حاجه معينه، والاخطاء الفرديه للاسف الشديد والجول ديفرنس بتاعت هنا وهناك والكلام ده كله، ولكن الحمد لله على كل حال الاخطاء الفرديه. خلينا نقف قدام النقطه دي شويه، لانه دائما وابدا بيروح على جنش وقدام الزمالك، وممكن على فكره يكون مش موفق قدام الزمالك او مش موفق قدام فريق معين. يعني انا في الدوري العام كان دايما مش موفق قدام فريق مش هقول اسمه وانا بلعب، يعني كنتش احب الماتشات دي رغم انه ما كانش فريق كبير، تمام، لو ما كنتش احب العب قدامه، تمام. ف ايه موضوع جنش، وانه جنش انتوا مشيتوه وساب التمرين وما بيجيش وشغلانه وحدوته، اشرح للناس القصه من فضلك. اولا جنش كان في عمره ولسه راجع امبارح، في امره باذن، ولا خد نفسه كده وطلع الطياره؟ بص يا كابتن احمد، لا السيستم اللي حطه دكتور وليد ولا الكابتن علاء ميهوب، وانت عارف الكابتن علاء ميهوب ولا الكابتن تامر، علاقتك بالكابتن علاء عامله ازاي؟ احسن مما تتخيل. يعني في كيمياء وكيمستري بينا، وانا بتعلم منه، وهو راجل من الناس اللي انا بحبها، وهو كمان دمه خفيف على المستوى الشخصي واسم كبير جدا، واللعيبه بتحترمه، وبرضه علاقته بدكتور وليد قويه جدا، ففي كيمياء. وكمان انا وهو والدكتور وليد في ظهر الكابتن تامر. الدكتور وليد ده بس هو اللي رشح الكابتن علاء ميهوب ولا كان ترشيحك انت؟ كان نقاش ما بيننا، مفيش بص، هي دايما نقاش. الدكتور بيحب يعني اول طرح كان منك، هنقول كان نقاش، تمام. بس انا عايز اقول لك حاجه، هو في الدكتور وليد انت ممكن تكون عارفها، اي حد بنرشحه او اي مكانه لازم ثلاث اسماء، تمام. هو يقول لي بص، احنا مش هندي حد مثلا مكانه مره واحده، حتى في قطاع الناشئين رشح لي ثلاث اسماء ونقعد نتناقش، وهو بيحب يسال له اصحابه طبعا في المجال. نرجع بقى للجنش والقصه والازمه واللي حصل واللي بيتقال. جنش فكره ان هو مش موجود، في قرارات فني لازم تحترمها كابتن تامر مصطفى. طيب لجنش مثلا خد بعضه ومشى، على فكره لما طلعنا من الزمالك هو ما كانش موجود في الماتش الثاني، كان موجود في اوضه اللبس، ونزل للعيبه ورفعوا راسه، كان خارج القايمه خالص، كان خارج القايمه، تمام. ده كان عقابا على ظهوره بمظهر مش جيد فنيا في المباراه الاولى. لا يا كابتن، هو كابتن تامر قعد معاه وفهمه ان في قرار فني، هو هيدي قرار فني من تامر مصطفى. طبعا خلي بالك احنا ما بندخلش في فنيات، المنظومه كل واحد له الحته بتاعته والتخصص بتاعه، كل واحد فينا بيتحاسب في الحته بتاعته، ماشي، تمام. وده الاتفاق اللي بينه وبين الدكتور وليد، واللي كابتن تامر فاهمه كويس، فله حق يعمل ياخد الصلاحيات كامله، بس اكيد في نقاشات نفهم الاسباب. هل جنش مثلا جاي يوم ما راحش النادي من غير ما احنا نعرف؟ ما حصلش. هو قعد معانا والكابتن علاء واتكلم في فكره ان هو عايز يعمل عمره، احنا وافقنا، سالنا الكابتن تامر، رجعنا للكابتن تامر، عندك مشكله؟ لا مفيش مشاكل خالص. واما هو وصل امبارح مصر كلمني، قال لي كابتن وصلت، احنا كان عندنا يومين اجازه، هيرجع، احنا راجعين بكره، هو بكره في التمرين، وفي الاخر بكره جنش لسه قدامه سنه. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، لسه قدامه سنه في عقده. جنش واحد من كباتن الفرقه، وواحد هو كابتن الفرقه دلوقتي. ما في اربعه، نعم، تمام، في فاروق وفي مروان وفي طارق طه، فمجموعه. بس لو احنا جينا دلوقتي وجينا على جنش وما قلناش الحق، جنش في اوقات كتيره جدا في ظهر الفرقه، وقف، سيبك من الفنيات، انا بكلمك على اوضه اللبس، دي انا اشهدها. انا ما كنتش اعرف جنش قبل كده كويس. انا كهيثم، انا حتى قلتها اول مره قابلته، قلت له يعني انا واخد فكره انك انت مجنون، فقعد يضحك والكلام ده كله. بعد فتره حتى انا طلعت، كان هو طالع على الهواء مره، وقلت انا اتعلمت درس مع جنش، تعرف فلان؟ لا. فعاشرته. فاللي الناس بتقول على السوشيال ميديا ده، انا كنت في يوم من الايام بقوله، فانا عاذر الناس. انا متفاهم الناس، بس الناس مش عارفه الكواليس. فلكن بص يا كابتن، احنا عندنا سيستم يمشي على الكبير والصغير كويس، مفيش فكره ان حد يتعدى السيستم ده. احنا محدش عندنا بيغيب الا لازم يكون واخد اذن، والكلام ده كله العقوبات مفيش فيها هزار. اذا جنش خرج باذن من اداره النادي عمره، ويعود للتدريب غدا، وان قرار استبعاده رؤيه فنيه من الكابتن تامر مصطفى،
وانتم بتحترموها تمام التمام. وهو الراجل اتكلم معايا وانا بلغت رسالته للدكتور وليد، والدكتور وليد كان في اجتماع مع اللعيبه بعد الخروج من من الزمالك، والراجل يعني قد ايه قال لي جنش هو مهتم بيه وان هو كابتن الفرقه وان انت مفيش اي مشاكل والكلام ده كله. والراجل مره ثانيه الراجل في ظهر المنظومه وواحد مننا، فما جميل. مش اي حاجه. ليه تعنتوا مع ناصر ماهر في الخروج من نادي مودرن فيوتشر عكس ما عملته مع عمر كمال حسب تصريحات ناصر ماهر؟ او ده جزء من تصريحات ناصر ماهر وانا بكمل الباقي. بص يا كابتن، لو ناصر ماهر جه قعد قدامي كده وقال الكلمتين دول هو عارف ان هو عمره ما يقدر يقولهم قدامي. ليه؟ لان انا اكتر واحد عارف الكواليس دي. طب احكي. خليني اقول لك حاجه يا كابتن. عمر كمان كان فاضل له 6 شهور. ايوه مظبوط. تمام كده؟ ناصر كان فاضل له سنه ونص. مفيش سبب يخليك غصب عنك تسيب لعيب فاضل له سنه ونص، يعني هو ما طلعش غصب عن الدكتور وليد، ما طلعش غصب عني، ما طلعش غصب عن الكابتن علاء، ما فيش الكلام ده. هو الراجل كان له طلب. ايه هو؟ انا عايز احقق حلمي على كلامه ليا انا شخصي. أيوة. اروح الزمالك. نعم. قالها لي كده. عايز احقق حلمي ان انا اروح الزمالك. اذا كان حلمي من احلام ناصر ماهر انه يلعب في نادي في الزمالك. التوقيت ده. تمام. قال لي الكلام ده. عمر قالها لي في وقت من الاوقات انا حلمي ان انا اروح النادي الاهلي. نعم. فاحنا احترمنا ده. نعم. وما كانش فيه مشاكل خالص. ايوه. بس في الاخر في نقطه. انت لو جبت التوقيتات في التفاوض مع الزمالك والتفاوض مع الاهلي، ايوه، هتلاقي ان احنا تفاوضنا على اللاعب اللي له 6 شهور اكتر من اللاعب اللي له سنه ونص. يعني وده مش عمر كمال خدت وقت اطول من فضات ناصر ماهر اكيد. والتوقيت عند الناس موجود والكلام ده كله. مفيش تعنت. اصل يعني مره تانية كابتن، مفيش حد هيمشي غصب عن ملك النادي طبعا. رئيس النادي او عننا طبعا. او حتى الحته الفنيه. فما احنا رحنا الكابتن حسام كان في التوقيت ده. أيوه. انت عندك مشاكل ناصر يمشي؟ لا. دكتور ريد عندك مشاكل؟ لا. بس هيسمنا نتفاوض عشان نشوف على قد ما نقدر ناخد اللي احنا عايزينه. طلباتنا ايه؟ بس التفاوض ده كابتن هات وخد الحاجه. انا من الناس اللي انا عذر ناصر وعارف هو بيعمل الكلام ده ليه. لكن اللي انا بقى يعني مختلف مع ناصر فيه، اولا ناصر طلع قال ان هو كابتن ان ساب فلوس. دي من ضمن الحاجات اللي ضايقتنا جدا. بس ده ما حصلش خالص. ما حصلش. ناصر كان عليه عقوبه تمام، وكانت المفروض ان هي كان لسه جزء منها خد فعلا شلناه وفي جزء لا. لكن انا متفاهم ان ناصر تطلع تقول انا عايز نادي الزمالك. عقوبه دي بسبب عدم سفره الجزائر. وكمان في عقوبه تانية رده على ريكاردو. نعم. تمام. ولكن فضلت في الاوضه المغلقه. نعم. اسالك سؤال يا كابتن، حد فيهم سمع حاجه عن العقوبات دي؟ لا. طب لو احنا وحشين ما كناش اتكلمنا في ما في ناس بتخلص على صحيح. ناس في الوسط صحيح. بس احنا دايما كنا بنقفل على اي حاجه فيها. مش ده اللي اتعلمناه؟ نعم. انت معلش انا ممكن اختلف معاك النهارده بس انت جزء من المنظومه، انا دوري حافظ عليك. فكنت اتمنى لما تخرج تتكلم برضو زي ما ناصر وهو ماشي جه حضني وتصور وقال لي انا شكرني على كل حاجه. مش كل الدكتور وليد طولت. طولت. بس مش زي بتاعت عمر. وفي نفس الوقت انت مطلوب مني ايه؟ ان انا اعمل لك اللي انت عايزه في التفاوض ولا انا برضو انت بتحقق حلمك؟ طب وانا نادي فين طبعا. مظبوط.